مساء الخير، اهلا بيكم. حلقه جديده من جمالك. جمالك دايما عندنا، عشان كده احنا بنهتم بتفاصيل تفاصيل تفاصيل تفاصيلك. الحلقه النهارده هنتكلم فيها عن يعني مشكله اعتقد ان هي يعني عند ستات كتير قوي، مشكله مهمه طبعا، يعني هي ليها علاقه بتنسيق القوام. لكن كتير بيبقى ممكن يكون جسمنا شكل متناسق، لكن عندنا مشكله صغيره مبوظه كل الشكل وتخليكي وانتي رايحه تعملي شوبينج او تشتري هدومك ما انتيش عارفه تشتري بسبب، او تاخدي مقاس اكبر، او يبقى الـ يعني الكول مش مظبوط او الدوران مش مظبوط علشان تقدري تظبطي المناطق التانيه اللي موجوده في جسمك. النهارده هنتكلم عن منطقه الذراعين. طبعا الذراعين دول والباي باي والحاجات اللي بتروح وتيجي، واحنا بنقول باي باي وما بنقدرش نلبس يعني في السواريل بتبقي مضطره تحطي شال عليكي علشان تكسري الحته اللي هي بتبقى هنا طالعه عامله بومبيه كده. كل الاسئله اللي خاصه بالذراعين وكده هنسال فيها دكتورنا محمد سعيد دنيا، اخصائي جراحات السمنه وتنسيق القوام بعيادات نبض. مساء الخير يا دكتور، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. شكلك النهارده ايه، جاي من العمليات طازه؟ ده فعلا دي الحقيقه، مش كده؟ جاي من نقطه العمليات على مدينه الانتاج. طيب نشوف الاول صفحتنا على الفيسبوك، ويعني تقدروا ان انتوا تبعتوا لنا عليها الاسئله، وكمان بتقدروا تعرفوا من الصفحه دي اي عروض خاصه بعيادات نبض. خليني اقول لكم ان عيادات نبض عامله 25% على اي حاجه ليها علاقه بجراحات السمنه وتنسيق القوام. هي دي صفحه زي ما انتم شايفين، وكمان احب ان انتم تشاركوني الحلقه كده وتبعتوا الاسئله واحنا كده لايف ونجاوب على الاسئله مع دكتورنا دكتور محمد سعيد دنيا. دكتور، ممكن تقول لي ايه المشاكل اللي بيتعرض ليها الذراعين عموما؟ تعالي نقول ان الذراعين دي جزء مهم جدا في الجسم ومهم جدا في مقاس التوبات او البلوزات بالنسبه لاي سيده. كمان نقول انها ممكن تكون اماكن لتراكم الدهون وراثيا. يعني ممكن سيده بتهتم بجسمها ووزنها مثالي ورياضيه، وبس هي عندها المكان ده الدهون تتراكم فيه مهما هي خست. فنبدا نقول ان يعني السن بيبان على الدراع في صوره حاجتين، يعني الخلايا الدهنيه في المنطقه دي بطبيعتها الوراثيه بتلاقي بتزيد. انها بتملى هنا، بتملى هنا، اما اتخن بدل ما اتخن من حته تانية اتخن من دراعتي، فيا اما عيب الدراع ان هو تراكم دهون سواء بقى بسبب اللي هو وراثي او بسبب تراكم دهون نتيجه الهرمونات، او ان زياده جلديه او ما يسمى بالترهلات. يبقى احنا عندنا نوعين من العيوب. اول عيب اللي هو زياده او ثقل، اللي هو الجزء الاخضر ده فالدهون تراكمت ونزلت، او ان الزياده ان الجلد اصبح زياده فاصبح بقى فيه كرمشه جوه هنا، بقيت تحسي بيها كل ما ترفعي دراعك لفوق تلاقي الجلد مجمع تحت باطك، فيبقى دي حاجه اسمها ترهلات. اوكي، يبقى العيوب نوعين، سمنه يا اما ترهلات. طب تعالى الاول نشوف موضوع السمن. ازاي انا لما ابص على دراعي اقدر اقول، مش دراعي انا ماليش دعوه بالموضوع، ازاي اقدر اقول ان الدراع ده فيه سمنه، وازاي اقدر احدد السمنه دي قد ايه ونسبه وتناسب للجسم ولا ازاي؟ طيب تعالي ان احنا نفترض اولا ان في خط كده imaginary line، يعني خط تخيلي ما بين اول ايده من اول هنا كده ماشي بطول الدراع كده ماشي بدراعك نازل واخد الكيرف بتاع الظهر بتاعك لحد ما وصل لقدام. في خط يعني لو رفعت ايديك هتمشي بالخط ده. اي زياده بره الخط ده هي زياده في الترهل او دهون. تاني نقول يبقى احنا ماشيين اولا بطريقه سيمبل جدا، هنقف قدام المرايه، افردي دراعك هتلاقي في خط ماشي من اول صبعك الصغير ده ماشي تحت دراعك كده من تحت. زي الفيديو اللي احنا شايفينه ده اللي بيتحدد ده الحلول بقى اللي هي شفط الدهون. اوكي تمام. الزياده دي لما تبقى موجوده ساعتها نقدر نقول ان هي يعني دي هي الجزء اللي عايز يتشال. نحل بقى ازاي؟ نحلها ازاي؟ دي عن طريق شفط الدهون. شفط الدهون زي ما شفنا في الفيديو هنا، هو ده الحل، بسيط خالص. خرم صغير جدا لا يتعدى نص سنتي، نقدر نخش بالكانيول عن طريقه، نقدر نشفط المنطقه كلها. يعني تتشفط ومفيش مشكله خالص. تعالي نقول ان احنا بنتكلم على واحده محافظه على وزنها،
نتكلم على واحدة بس عيبها انها بتزيد في المنطقة دي، فنسبة الزيادة حاجة بسيطة بسيطة، فنقدر نحل المشكلة بحاجة بسيطة. طب النتيجة بتبان بعد ايه؟ وبعدين لما بتشفط في بقية الجسم بتلبس كرسي، هل برضو في كرسيهات للدراعات؟ طيب خليني سؤال سؤال كده. النتيجة بتبان، انا كل الخلايا اللي خرجتها بره الجسم لا يمكن هترجع تاني، لا يمكن هترجع تاني. طب لو انا زدت تاني يا دكتور في الوزن او كده، هل الزيادة دي هتزيد في نفس المكان ده؟ لا، هي انت انا ما اقدرش امنعك انك تزيدي في الوزن عموما، لكن اقدر ان انا طالما اخدت الخلايا الدهنية دي ورميتها بره انك انت ما تزيديش في المنطقة دي تاني. اه بتزيد بقى في حتة تانية، بتزيد في كل المناطق بالتساوي. ما هو احنا كان الاول انت عندك ابن مفضل، الجسم كان عنده مكان مفضل يعين فيه الدهون. انا خدت منه ابن المفضل ده او المكان المفضل ده. أيوة. فهو بقى يوزع الكيلو الزيادة على ابنائه بالتساوي، دراع يعني منطقة الصدر، منطقة البطن، منطقة كلهم بقوا ياخدوا قد بعض من الزيادة الجديدة في وزن. فإذا النتيجة هتبان لك على طول. يعني انت كمية الدهون اللي احنا خرجناها ورميناها دي خلاص انت هتشوفيها في خلال اسبوع 10 ايام، التورم يروح، اثر العملية تروح، انت هتشوفي النتيجة على طول. 70% في اول 10 ايام، 30% على مدار الشهرين اللي انت لبسة فيهم. النص التاني بقى من سؤالك الكرسي. الكرسي هو 50% من العملية، بس في كرسي للدراعات، للدراعات مخصوص. أوكي. بيبقى من اول المعصم هنا لحد فوق خالص لحد الابط. ايه ده، انا قلت هتبقى لحد هنا، واحنا مش نشفط من هنا بنلبسه كامل؟ لا، ما ينفعش ان احنا نعمل تورنيكي على الدراع بس. أوكي. هيحبس الدم بعديه، فلازم الكرسي يبقى من الاول للاخر. اوكي. وبالتالي هيحافظ على القوام زي ما تكون كده حطيت اللي هو الشكل الجديد في قالب مخصوص، هيحافظ عليه مشدود فيحافظ على الشكل. وبرده بيتلبس لمده 3 شهور. 3 شهور، اول شهر ما بيتخلعش خالص، الشهر الثاني والثالث بيتخلعها وقت النوم بس. طيب لبست الكرسي وشفطت الدهون وشلت خلاص الكرسي وخلاص انتهت مشكلتي، هل هيبقى في ترهل اللي هي المشكله الثانيه بقى؟ وهل لو بعد العملية حصل ترهل ده ليه علاج؟ وهل الناس اللي عندها مشاكل الترهل ازاي بنحدد العلاج ده؟ انا اللي بختار ولا حضرتك بتختار؟ حضرتك بتختار على درجة الترهل ولا الشكل ولا ايه بالظبط؟ طيب تعالي نقول ان في جزء خبرة شوية في الموضوع، او لازم يبقى الجراح اللي بيعمل الحكاية دي لازم يبقى عملها كتير وعارف هو بيعمل ايه، ومش اي حد يعملها. تعالي نقول لو انا يعني لو هي جايب ترهل بس، فالترهل ده ممكن يبقى في التلت الاولاني، ده عليه حلول في مالي التلتين، او الترهل على طول الدراع. اوكي. كل واحده من دولت ليها علاج مختلف، او ان الترهل هيبان بعد الشفط. تعالي نقول دي اول درجه. لو نبص للصوره اللي فوق شمال كده هتلاقي الترهل او الجزء اللي فيه الدهون ده. ياه. اول تلت بس. لا ده بجد ده يعني؟ أيوة. هي كانت عامله كده واقعه كده، هي حلها بسيط كمان لانها اول تلت بس. تمام. دي نقدر نحلها بصوره ممكن غير جراحيه وممكن جراحيه كمان. لكن هي طالما دي الترهل وصل لحد تلتين الدراع. لو حضرتك تاخدي بالك ان الترهل اللي فوق ولا اللي تحت؟ اللي فوق شمال، اللي فوق. احنا بنتكلم على فوق شمال. يعني درجات الترهل اللي فوق شمال ده كده نزلت اخدت بقى جزء من جزء الظهر بقى، جزء تلتين بقى، تلتين وصلت تلتين. دي بقى خدت كل الدراع، لو حضرتك شايفه انها خدت من اول الكوع لحد تحت الابط. يبقى في، لو احنا قسمنا الترهلات بس كده هنقسمهم 3 حاجات. واخد تلت، تلتين، تلت، يعني كل الدراع. أوكي. طب نقول كل حاجه وليها حل ازاي؟ نشوف بقى الصور من الاول تاني ونبتدي تاني. طيب دي ممكن نحلها عن طريق مثلا نقول الهايفو، دي حل تدخل غير جراحي. نقدر الهايفو بيأثر على حاجتين، بيشد الجلد وفي نفس الوقت بيدوب الدهون تحت الجلد. يبقى دي حل غير جراحي خالص، ممكن في اول تلت ممكن يحسنها مثلا بنسبه 70%. أوكي. طبعا ما فيش حاجه بتوصل للجراحه، بس بنقول ان الغير جراحي مع تطور العلم بقى بيوصلك لنسبه نجاح كويسه ونسبه سكسس كويسه. ولو انت جاي بدري شويه وجاي قبل ما الترهل يزيد قوي، لا انت هتنجح انك تحل المشكله من غير جراحه. اوكي. طيب نيجي على الصوره اللي بعدها. تمام. هنلاقي الدراع وصل لحد التلتين. التلتين ده اللي هو فوق دلوقتي شمال او اللي تحت ده لحد التلتين. ده تلتين الدراع ده. نقدر نحلها بطريقتين، يا يعني اما شد الدراع اللي هو تحت الابط. بنعمل جرح من اول يعني تحت الابط بالكامل. تمام. بس ده الحل عرضي، يعني برفع الدراع او اكشكشه لفوق عن طريق خط عرضي.
عرضي يعني بيبقى تحت الاندر ارمز، فوانا قافله دراعي ما بيبقاش قافله دراعك مش بيبان. طب هو بيبان في الحقيقه يعني لو انت رفعتي دراعك هيبان، لكن هو مش هيبان طول ما انت قافله دراعك. يعني ممكن ساعتها ان انا اقدر البس براحتي، بس مش لازم ابقى لابسه لا يعني حتى هتبقي لابسه كورتيه او لابسه واسع، بس ما اتحركش بقى كده. الموضوع ما يبقاش بس ساعتها الدراع هيبقى مشدود بالكامل وهتبقى الدنيا كويسه. طبعا الاثر ده مع مرور الوقت 6 شهور او كده ومع جلسات الليزر بيروح بقى، بيتحسن بنسبه 70%. اوكي، لان ده طبعا المايو الحاجه الوحيده اللي مش هينفع ان انت تخبيه. عايزين نقول ان لازم يبقى في عنايه بعد لازم في عنايه بعد الجرح بالسكن بالجلد يعني نفسه. يعني ما ينفعش ان انا اعمل عمليه واجري واقول النهارده انا ما اتحسنتش ليه، لا انا لازم اعتني بنفسي بعدها. طب نيجي بقى على الترهل الثالث اللي هو بطول الدراع. تمام، ده بقى حله بيبقى رخم شويه، او ان خلاص بقى انا شفطت الدهون كلها مثلا او الدراع جاي لي مليان، ده لازم يبقى الخط طولي. أوكي. لازم يبقى في الجزء برضو مش المبين اللي احنا بنعمله في جوه الدراع من جوه، وبالتالي من اول الكوع لحد الابط بيبقى جرح، بس جرح منمق، جرح تجميلي، جرح بنحاول نخليه على قد ما نقدر ان هو مش باين. وتمام، بنحاول نعالجه بعد العمليه بالليزر والكليمات. تالي في الحاله بقى الثالثه اللي هي الخط بيبقى بالطول، دي بتبقى حاجه مجرد ان انا ابقى حاسه ان انا عندي ثقه في نفسي وانا بلبس الحاجه، مش لازم ابقى لابسه مفتح، لكن لازم ابقى حاسه ان انا قادره تفت، يعني ان انا انزل اعمل شوبينج اشتري اي حاجه انا عايزاها. تعالي نقول ان في سيدات اصلا ما بتلبس خالص، بتلبس على طول بكم. وتعالي نقول كمان انها بتلبس جواكت او بتلبس عبايات. هي بتلبس العبايه مقاس طول العبايه، لو من غير كمام هتلبسها لارج، ولو هتلبسها بكم هتلبسها دبل اكس. تمام، عشان خاطر الدراع، عشان خاطر الدراع بس. تعالي نقول ان واحده بتلبس جاكيت مقاس مثلا 44 وبتحول الجاكيت ده ل 54 عشان الدراع بس. ساعتها المشكله عندها مش ان هي جرح باين او مش باين، لا هي المشكله ان احنا خلاص بقى في كلكيع هنا قافله دراعي مش عارف اتحرك بيه، لازم ده يتشفط، لازم يتشد. هيبقى في ضريبه شويه، بس الضريبه دي انت هتاخديها كلها مزايا اول ما تلبسي الجاكيت بتاعك. فعلا، لان في ناس تيجي تحط ايديها جنب بعض ما تقدرش تلمس رجليها لان البومبيه عالي جدا، وكميه الدهون اللي ما بين الدراع والجسم قافله الدنيا خالص. طب لو انا هتكلم على برضو منطقه الذراعين، وفي اكيد لسه ناس بتبقى في البدايات، ازاي الهايفو بيقدر يكون تدخل من غير جراحه بقى؟ هنا احنا بنستعمله من غير جراحه ولا اي حاجه وفعلا بيأثر، هل ده بيبقى على كميه الدهون اللي موجوده السمن قد ايه، ولا ده بيبقى حسب السن؟ تعالي نقول ان الهايفو جهاز حديث، جهاز قوي الان في الماركت المصري، وجهاز بيعمل نتائج. وكمان تعالي ندي تحيه للسيده اللي هي بتلاحظ نفسها بدري، رياضية نوعا ما، أو حتى مش رياضية بس نفسها تهتم بنفسها، بتلاحظ الترهل في أوله، بدأت تزيد في المنطقة دي فبدأت تلاحظ أو بدأت تحس ببساطة. يعني الهايفو طبعا بيشتغل في كل الجسم، في رقبتها، في بطنها، حاجات بسيطة بدأت تلاحظ، ومش عايزة الحاجات دي، ومش عايزة علامات السن، ومش عايزة بداية تراكم الدهون. ممكن وزنها على الميزان ثابت بس الدهون بدأت تتشفط من الأماكن المحببة زي منطقة مثلا الثدي أو المؤخرة في السيدات، وبدأت تتراكم بقى في الأماكن غير المحببة اللي هي بتبينها عنها سيدة كبيرة في السن. ساعتها نقدر نستخدم جهاز الهايفو. جهاز الهايفو جهاز غير جراحي، غير مؤلم بالمرة، وقت الجلسة وقت قصير، مفيش بعديه كرسي، ليه مزايا كتير إن هو بيتعمل في العيادة ما بيتعملش في أوضة عمليات. نتائجه طبعا مش هنقول كجراحة، بس هنقول لو انت جيتي بدري هتحصل على نتائج كويسة جدا. هو عبارة عن جهاز، انا ياريت لو في صورته معانا، بنمسك البروب بتاعه بنحطه على الجلد. ده صورة الجهاز؟ ده صورة الجهاز. الجهاز ده عبارة عن ليه يدين، يد للوجه ويد للجسم، والتلاتة دي بقى اللي هي قدرة الجهاز على اختراق الجلد بدون يعني المرور بيه بدون ما يأذيه، يوصل لكمية الدهون اللي تحت. تمام، وقوته انا بتحكم فيها، قوه الاختراق بتحكم فيها، قوه البلصات نفسها بتحكم فيها. اثناء مروري على الجلد، هو الجلد ما بتاذيش تماما، الموجات بتعدي عن طريق الجلد وتوصل لحد الدهون تعمل لها اذابه وتشد الجلد من جوه. اوكي، يبقى انا معايا مستين مع الهايفو بتاع الجسم، ميزه اذابه الدهون تمام اللي تحت الجلد، وميزه كمان شد الجلد. ادوب الدهون وبشد الجلد.
يعني فتحت نفسنا. احنا هنروح لفاصل ونرجع لسه مكملين. رجعنا تاني لسه مكملين. بفكركم عروض عيادات نبض خصومات تصل الى 25% على جراحات السمنه وتنسيق القوام. يعني ما تسيبيش حته في جسمك انت متضايقه منها، خليكي دايما كده يعني واثقه في نفسك. والراجل كمان على فكره يعني في منطقه الكرش عند الراجل بتبقى عامله مشكله. يعني كل واحد يشوف هو يبقى مبسوط ازاي. لازم يعني الحياه بتتعاش مره واحده، لازم تبقى سعيد وانت عايشها، لازم تبقى واثق من نفسك. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن حلول اللي هي بتاع ترهل الذراعين، والحلقة دي مخصوصة لترهل الذراعين طبعا أو مشاكل الذراعين عموما عند الستات، وإزاي الست لما يعني بتقدر تلبس سواريه وتقدر إزاي إن هي تتحكم في مقاس هدومها. ده موضوع مهم قوي. آخر حاجة وقفنا عندها الهايفو، وإن الهايفو ده بيفتت الدهون وكمان بيشد الترهلات. هسأل بقى دكتور محمد ضيفي النهاردة إزاي ممكن نستعمل الخيوط. الخيوط ده برضو تقنية من التقنيات الموجودة في عيادات نبض بدون جراحة ممكن فعلا تشد الترهل، وهل كل الترهل ولا ترهل البسيط ولا إيه بالظبط؟ اتفضل يا دكتور. طيب تعالي نقول إيه فوائد الهايفو وإيه فرقها عن الخيوط. الهايفو احنا زي ما قلنا هندوب الدهون وهنشد الجلد. طب نقول واحده عندها ان الجلد او الدراع عملت عمليه زي عمليات اللي هي التكميم او الخ، وبقى الجلد فاضي، بقى ترهل فقط، والترهل ده متوسط او بسيط، ساعتها هنعمل ايه؟ ساعتها الهايفو هيشد بس، لكن الخيوط هتقدر تخلينا نقدر نشد كل الترهل ده عن طريق الخيوط بس. يعني احنا هنستفيد اللي في الحالات اللي هي جلدها فاضي او جلدها نوعيه الجلد نفسه مش هتعرف تشدها بالهايفو قوي. الخيوط بتجبر الجلد ان هو يتشد لفوق. معنى كده ان الخيوط اللي بتستخدم في شد الترهل بتاع الذراعين دي اكيد مختلفه عن الخيوط بتاعت الوش، دي بتبقى اتخن مثلا؟ اتخن، والطول مختلف، والنوعيه مختلفه، والمواد الكيميائيه اللي داخله في تركيبها مختلفه، ومده مقاومتها يعني مقاومتها اكبر، والهوكس بتاعتها اطول، يعني لها خصائص طبعا مختلفه عن الفلوش. الفلوش انا دخلت بتاعه الدراع في الوش، الوش هيطلع معايا تمام هيطلع كله هيطلع معايا. فالموضوع مختلف خالص، والوش ده بنتعامل معاه بصوره ديليكت جدا، ونص سنتي فيه بيفرق، والملي فيه بيفرق. الوش عايز دقه جدا، ما تخليش اي حد يلعب في وشي خالص. الخيوط لازم تبقى براحه فيه جدا ورفيعه، وما بتبقاش ماشيه تحت الجلد مباشره، ويبقى فيها تركات كتير قوي في الوش. في الدراع الموضوع اسهل شويه، الموضوع بيبقى ترهل واضح والجلد الزايد موجود قدام عينيكي، وبيبقى هو طبعا لان نتيجه الجاذبيه فبيتراكم تحت خالص عند الكوع. لكن مع الخيوط بيبقى كل الجلد الزياده بيبقى فوق متداري، ما بيبقاش موجود، الدراع نفسه بيبقى مشدود. يعني بتدخل بلوز. من فين لفين؟ يعني مثلا بتدخل من اول هنا لهنا بالظبط كده. اولا عايز اقول حاجه، سواء الست تخينه او رفيعه أو أو, او 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 فيها اللي فيها، الدراع او ملم او راجل ملمس الدراع من بره تمام، والكونتور بتاعه ده نعومه تامه، الا طبعا يعني في حاله السوليت او في حالات اللي اثرت عليه، لكن الجزء اللي بره ده الخارجي. لكن خلينا احنا طول الحلقه ما قلناش ان هو بيتشفط، ما قلناش ان هو بيتعمل له فيه اي حاجه، كل الزياده اللي جوه الداخليه او جوه كل الشغل بتاعي سواء هايفو او خيوط او جراحه كلها من الجزء الداخلي للدراع. طب الخيوط نتيجتها بتبان وقتي؟ بتبان وقتي وبتتحسن مع الوقت، يعني انت بتطلع من العياده راضي، بس انا احب افاجئك ان انت بعد فتره هتحس بتحسن. ليه بقى؟ عشان هي بتحفز الكولاجين والتليفات وبتشد اكتر، لانها ليها تفاعل مع الجسم فبتشد الجلد اكتر. بس اي مرحله من الترهل يعني؟ هل متوسطه والبسيطه؟ يعني المتوسطه الجلد الفاضي اللي هو ما فيهوش تقل، ما فيهوش دهون، الدهون هتتقل الدراع وتسقط. يعني لحد اللي هو عمل دايت جامد قوي ففضت. فضت وبقت بسيطه ومتوسطه. بس، وطبعا سنها صغير لانها الجلد اصلا انكمش. اوكي. بس. وهل بقى الخيوط دي بتدوب فعلا وبضطر ان انا اجي مثلا كل سنتين اعمل خيوط؟ كل سنتين. ولا بتقعد قد ايه؟ يعني وازاي احافظ عليها برضه؟ سنتين طبعا، وطبعا
انت هتحافظ عليها. لا هي ملهاش طريقه محافظه، بس مش طبعا زي بتاعه الوش يعني. يعني انت في اول فتره بس هتقعد ان انت برضو ما تشيلش حاجه تقيله، ما تسوقيش مده طويله كده، لكن هي هتحافظ على نفسها وهتشد الدقع كل سنه وبرجع سنتين. كل سنتين. طيب يعني انا الحلقه خلصنا كل الاسئله، ما لحقتش برضو ان انا اسال على حاجات تانية. عايزين بقى ان شاء الله المره الجايه برضو نخصص منطقه مع حضرتك يا دكتور. وانا بشكر دكتور محمد سعيد دنيا اخصائي جراحات السمنه وتنسيق القوام، ميرسي جدا يا دكتور. وبفكركم بعروض عيادات نبض على جراحات السمنه وتنسيق القوام، خصومات تصل الى 25%. ما تنسوش صفحتنا تبعتوا عليها. انا هسيبكم مع تقرير لدكتوره امنيه ابو الخير من عيادات نبض، وبكره الاعاده الساعه 12:30 الظهر، واشوفكم بكره في حلقه جديده من جمالك ان شاء الله. الى اللقاء. مساء الخير كل المتابعين ومشاهدين مركز نبض. النهارده معانا مدام منى، نورتنا في مركز نبض عشان نساعدها تشوف ايه المشاكل اللي موجوده في بشرتها. كشفنا عليها ولقينا ان هي عندها مشكلتين اساسيتين. هما اول حاجه ان هي حصل لها تهدل في البشره، ده بيحصل طبعا لكل الستات في كل حته في العالم بسبب السن والجاذبيه الارضيه. تاني حاجه هي خست كتير او فقدت وزن كتير في الفتره الاخيره، فحصل لها تهدل في الخدود من فوق. فاحنا هنساعدها نحللها المشكلتين دول. اول حاجه هنساعدها ان احنا نعمل لها شد في بشرتها، نحاول التهدل اللي حصل ده نعالجه. تاني حاجه هنعمل حجم بسيط او هنستعيد الحجم البسيط اللي هي فقدته فوق في الخدود عشان نرجع شكل الوش لقبل 10 سنين من دلوقتي. بالنسبه للشد بتاعه الوش، احنا قررنا ان احنا نشتغل معاها بجهاز الهايفو. الهايفو ده احدث تقنيه في العالم دلوقتي عشان شد الوش. ده عباره عن فوكسد الترا ساوند او موجات فوق صوتيه بتشتغل لنا على طبقه العضلات اللي تحت الجلد، وبتعمل لنا ليفتنج في البشره وفي الرقبه وفي اي منطقه في الجسم. احنا النهارده نشتغل بيه على الوش. الهايفو دوت ليه 3 هاندز، اول هاند على عمق 4، تاني هاند على عمق 3، الثالثه على عمق 1.5. كل هاند فيهم او كل ايد فيهم بتحفز لنا الكولاجين في الطبقه اللي احنا بنشتغل عليها او بنمشي عليها. المعنى ان انا بمسك ايد وبمشي على البشره كامله. مجرد ما بخلص الجلسه بلاقي في تحسن، بلاقي التجاعيد اللي موجوده اتحسنت فردت. مش بس كده، انا مع استمرار الوقت انا كل شويه بشوف تحسن اكتر. يعني انا يوم السيشن بحس بفرق، بعد اسبوع بحس بتحسن اكتر، بعد اسبوعين تحسن اكتر، وهكذا التحسن بيفضل شغال معي. فاحنا هننشرها الاول بالهايفو عشان نعالج لها الساجنج او التهدل الموجود، وبعد كده هنحقن شويه فيلر علاجي هنا في الشيكس من فوق. نبدا كده ونشوف ان شاء الله الحالات تعجبكم معانا النهارده. انتهينا من الجنب اليمين، وطبعا احنا زي ما احنا شايفين بدأنا نحس بتحسن على طول. اول ما خلصنا جلسة الهايفو تحسن باين قوي عندنا في منطقة النيزوليبيان. شايفين هنا الفرق بين الخط هنا وبين الخط هنا، الخط هنا محفور. مجرد ما مشينا هنا بالهايفو على الخد، الخط هنا بقى سطحي خالص، الخد اترفع معايا، حتى الجو لاين اتحددت، فرق واضح جدا. زاويه الفم اتحسنت ويعني اولموست بقت ستريت زي ما احنا شايفين. نتيجه هايله اكتر من رائعه. ايه الاخبار؟ في وجع؟ في اي حاجه؟ تمام. دلوقتي خلصنا الهايفو مع مدام منى، زي ما احنا شايفين تحسن رائع، الخطوط
الاثنين اللي هنا ميزو ليبيا اللي اتفردوا معايا، الجو لاين طلع لفوق، الوش نفسه فيه شدة جميلة، فيه شوية تورط كده او ريجوفينيشن، ده اللي الهايكو بيعمله لان هو زي ما قلنا بيحفز افراز الكولاجين. ناس كتيرة بتسألني ينفع اعمل جلسة هايفو واخرج؟ طبعا انت ينفع تعملي هايفو وتروحي مناسبة بالليل. طيب هل الهايفو ليه اي اثار جانبية؟ خالص، الهايفو very safe، ممكن نعمله مع اي حد ملوش اي اثار جانبية، ما بيمتصش في الجسم. ناس تانية بتسألني برضو من الاسئلة الدارجة، انا بحتاج كم جلسة يا دكتور؟ على حسب الحالة، يعني لو احنا في الثلاثينات بنعمل جلسة واحدة وبنعمل مينتيننس كل سنة، لو احنا في تهبل اوريدي حصل ممكن نعمل من 1 ل 3 سيشن مش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين دي نتيجة الهايفو. اوكي، دلوقتي احنا خلصنا لها اللفتنج اللي هي كانت عايزاه، هي دلوقتي برضو ستيل عايزة خدها يرجع زي زمان. خدها زمان كان فيه خدود، كان فيه حجم في الخدود، دلوقتي مع فقدان الوزن خسرت كتير من الدهون في المنطقة ديت. الخطوط تحت العين او التجويف زي ما احنا شايفين حصل تجويف تحت العين، فاحنا عايزين نعالج برضو كل المشاكل ديت. اوكي الوش مشدود وجميل، بس ستيل برضو عايزين نعالج لها اي حاجة مضايقاها خالص. فاحنا دلوقتي هنبتدي نعمل ليفتنج تكنيك بالفيلر، هنحقن فيلر علاجي هنا في الخد من فوق عشان ندي سنة فوليوم بسيطة، ومعاه هنعالج التير تراف او التجويف اللي تحت العين بتاع الدموع عشان نخليه مفرود ونرجعه للشكل ده زي زمان. احنا دلوقتي خلصنا وهنشوف النتيجة النهائية مع مدام مونا. زي ما احنا عارفين احنا عملنا لفتنج شوية للتشيكس او عملنا حجم بسيط هنا قوي، حاجة رقيقة قوي، مش اوفر عشان مش عايزين يبقى فيه تغير جامد في شكلها. اوكي، حطينا فيلر علاجي تحت العين زي ما احنا فاكرين كان في تجويف تحت العين يدينا دايما ايحاء ان في ارهاق. حطينا فيلر علاجي زي ما احنا شايفين في تحسن في الحال، التجويف اختفى، الهالات السوداء اختفت، لان ده زي ما بنقول فيلر علاجي بيعالج، مش جاست بيملى، لا ده بيعالج لي تحت العين، في كولاجين، في فيتامين سي، مواد بتعالج الهالات السوداء، بتعالج الاسمرار. الحقنه دي بنعملها كل سنه ونص او كل سنتين لان المنطقه بتاعت تحت العين دي مش بتتحرك، فبتقدر تحتفظ بالماده ديت لفتره طويله جدا. لما عملنا التشيكس هنا وعملنا فوليوم هنلاقي ان حصل كونتورنج في الفيس، هنلاقي الفيس من هنا ومن هنا حصل فيه كونتورينج، هنلاقي الجو لاين اتعالجت بنسبة كبيرة جدا زي ما احنا شايفين. مدام منى ايه الاخبار؟ حسيتي بألم معانا؟ لا بس مبسوطة. طيب النتيجة النهائية عجباكي؟ الحمد لله، نورتينا في نبض. Thank you.